ومعنا من باريس الخبيرة في مكافحة الإرهاب آن غيدو تشيلي. سيدة آن، مرحبا بك معنا. بداية، هل يحق للدولة الفرنسية أن تسن هكذا قانون؟ يجب أن نفهم أن مشروع القانون الجديد هو مشروع قانون يعيد استخدام بعض عناصر القانون السابق 2017-2018، والذي كان يهدف إلى تجريب بعض الآليات الجديدة. هذا المشروع لا يبني فقط على ما تم عمله، وإنما هناك عناصر جديدة وأدوات إضافية ستستعمل من أجل تعزيز المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد اليوم واسعة الانتشار. وفي السابق كان هناك مجرد تجريب ولم يكن هناك تعميم لاستخدام الخوارزميات لمراقبة محتويات التواصل الاجتماعي السيئة، وهذا لن ينطبق فقط على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وإنما أيضا الرسائل المشفرة. ولذلك أقول إن الشيء الأساسي في مشروع القرار هذا هو أنه يفتح النقاش بشكل واسع عن هذه المظاهر. الحكومة الفرنسية وكذلك الاتحاد الأوروبي يحاولان إقناع الرأي العام بضرورة أن نذهب بعيدا في مواجهة هذه الأشكال من التطرف والمراقبة، وحتى إذا اقتضى الأمر اتخاذ بعض المخاطر. ولكن سيدة آن، لو سمحت لي، ألا يضرب هذا بحقوق الإنسان، بالحريات العامة، بمسألة الخصوصية، في يعني تتبع بيانات عدد من المواطنين الفرنسيين دون علمهم، دون الكشف عن هويتهم، لكل صفحات الإنترنت التي يتابعونها على الإنترنت، أيضا مسألة متابعتهم تحت الإقامة الجبرية سنتين بعد يعني أن يكونوا قد انتهوا من محكوميتهم وأدوا عقوباتهم، كذلك منعهم من الظهور في الأماكن العامة، في التظاهرات، في الفعاليات، على أي أساس؟ هذا ما كنت على وشك أن أضيفه. في الواقع منذ نحو 10 سنوات أو 8 سنوات، كلما تراجعنا في الحريات فإننا نخترق أكثر من قبل الإرهاب، ولذلك الآن يأتي أمر الأمن في الأولوية. هناك جدلية الأمن والحرية، هذا هو الجدال الدائر في نقاشاتنا الديمقراطية. بما في ذلك، في المقام الأوروبي أو على المستوى الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي رسميا، هناك تناقض كبير صحيح بين الأمرين، ولذلك هناك سجال كبير هنا في الأوساط الفكرية وليس فقط في الأوساط الحكومية حول هذه القضايا. وأن أولئك الذين يقولون إن هناك مشكلة مع الحرية يعتبرون سذجا، وكذلك أشخاص يعتقدون أن العالم كله خير. وبالنسبة للإجراءات التي تتوخى حماية، يجب الموافقة عليها. أعتقد أن الأساس بالنسبة إلينا في كل المجتمعات الديمقراطية هو حرية التعبير، هذا أمر بديهي. طيب، ولكن سيدة آن، برأيك هل تخضع أو يخضع ماكرون لحسابات سياسية أيضا، ونحن نتحدث عن انتخابات وشيكة، أيضا يخضع لليمين وضغوط اليمين، خاصة إذا ما أشرنا إلى الرسالة الأخيرة اللي قام بها مجموعة من الجنرالات في إحدى المجلات اليمينية المتشددة فالور أكتويل، واللي حذروا فيها من حرب أهلية في فرنسا إذا استمر الإرهاب بهذا الشكل وبهذا الانتشار. وكاستكس نفسه رفض هذه التصريحات واعتبر أنها تشير إلى محاولة الانتقال الانقلابية لعام 61.
نعم، هناك ردود وفعل كثيرة، وهناك استغلال سياسي من كلا الطرفين. في فرنسا هناك مناخ في الواقع على وشك الانفجار فيما يخص المقاربة الأنسب للأمن. كانت هناك هجمات ضد الشرطة وما إلى ذلك، هجمات هنا وهناك وهنالك، ولذلك هناك مزايدات سياسية من قبل عدد من الفاعلين، وذلك من أجل إبقاء وجودهم في السلطة أو من أجل مهاجمة البعض على هذا الأساس. وخصوصا أننا نعرف أنه من جانب الحكومة هناك رغبة في عدم السماح لليمين المتشدد بأن يغتنم من هذا المناخ المسيس. نعم، شكرا جزيلا لك من باريس الخبيرة في مكافحة الإرهاب أن غيدو تشيلي.